صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي للشرق أن تحالف أوبك بلس سيزيد إنتاج النفط خلال 2022 في حال تطلب الأمر ذلك أكد أيضا خلال مقابلة خاصة على هامش مشاركته بمؤتمر ومعرض مصر للبترول إيجيبتس 2022 أن بلاده ملتزمة بالتوافق مع أوبك بلس ولن تكون هناك قرارات منفردة فيما يخص مستويات الإنتاج أيضا أعلن المزروعي أن الإمارات تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى خمسة برميل بحلول عام 2030 صعودا من المستوى الحالي البالغ 4 ملايين و ألف برميل يوميا لكنه لم يحدد حجم الاستثمارات المرصودة لذلك من قبل آدنوك